سعد صباحكم جميعا. أنا معكم الدكتور أسامة ملاح، أخصائي أشعة. أشرح لكم اليوم عن الثوركس، بس قبل ما نشرح محاضرتنا نحكي شوية introduction. المساق تاعنا اللي هو الهيومن أناتومي، ثوركس أبدومين أند بلفس، الكورس بلان. طبعا هذا الكورس بلان محطوط على اساس انه الفصل كامل. احنا عندنا الفصل مقلص، او اللي هي الفتره الثانيه باعتبار نص فصل، لذلك راح نصير ناخذ كل تو سيكشنز، كل محاضرتين في اسبوع ان شاء الله نحاول نخلصهم. لو بدكم تحاولوا انه ايه انه تدرسوا اسرع ان شاء الله. خلال المساق اللي عنده اسئله ما في مشكله بيقدر يسال، سواء عن المحاضرة اللي احنا بنشرحها أو عن المحاضرة السابقة. المرجع المطلوب منا اللي هو Grey's Anatomy for Students، هذا اللي هو المرجع اللي احنا أصلا بنشرح منه. توزيع العلامات، طبعا في عندكم انتو مختبر. المساق، المادة اللي أنا بشرحها عليها 70% من العلامة، والمختبر اللي بتاخدوه عليه 30% من العلامة. المختبر 30% بعطيكم من المختبر، بشرح لكم كيف بده يحسب ال 30%. النظري اللي هم ال 70% الجزء اللي إلي، اللي هو عندنا الامتحان النصفي الميد تيرم 20 علامة، الامتحان النهائي الفاينل 35 علامة، بضل عندنا النشاط 15 علامة. هدول هيك مجموعهم 70 علامة. النشاط راح يكون عبارة عن كويز أو كويزز وأسايمنتس أو أسايمنت. بالعادة ممكن نعمل واحد أو اثنين كويز، الأسايمنتس بكونوا اثنين أو ثلاثة. نحاول ما نكتر عليكم عشان الفصل مقلص، ولكن بالنسبة للأسايمنتس بيكون في تو ديدلاينز عشان تكون الأمور واضحة. الأسايمنت في وقت كافي، بالعادة بيكون من 5 لـ 7 أيام بعطيكم من الأسايمنت، في وقت مش هو وقت امتحانات عشان ما تنعجقوش فيه. بالعادة بيكون في تو ديدلاينز، اللي بقدم على الديدلاين الأول باخذ العلامة كاملة إذا كانت إجابته صحيحة، إذا كان شرحه صحيح، واللي بقدم قبل الديدلاين الثاني باخذ علامة أقل، بس برضه بنحسب له النشاط. هلا بعد الديدلاين الثاني، بعد الديدلاين الثاني ما حدا يعني يحاول يسلمني النشاط، سواء على الايميل، سواء شخصي، سواء يروح لرئيس القسم او يحاول. النشاط او الاساينمنتس لها موعد تتسلم فيه، اللي بتذكر حاله اخر الفصل يعني يلوم نفسه، ما ان شاء الله ما يصير زعل من اولها. وان شاء الله يعني شغلات سهله وشغلات ستريت فورورد، يعني شغلات ما بتاخذش اكثر من ربع ساعه يعني بالاجابه. اللي بده يتواصل معي بتواصل معي ان شاء الله عن طريق الايميل او عن طريق الموديل. طبعا ايميل الجامعه، بحاول ارد عليكم بالسرعه الممكنه. في حدا عنده أي أسئلة عن اللي حكيناه بالإنترودكشن قبل لا نشرح المساء، قبل لا نشرح محاضرة اليوم؟ يعطيك العافية دكتور. يا هلا أهلين، الله يعافيك. مين بحكي؟ معك محمد أبو عيد دكتور. يا هلا أهلين محمد، تفضل. بدي أسألك بس السلايدات موجودة على المود الدكتور؟ لأنه دخلت عليك قبل شوي مش موجودات. لا والله لسه ما رفعتهم، برفع لكم إياهم اليوم إن شاء الله. ماشي خفش، ما تمام. يعني المادة اللي نشرحها اليوم إن شاء الله مش دسمة، بتلحقوا إن شاء الله معي ماشي اليوم عشان تمام. أول يوم، ما نطولش عليكم. في حدا عنده أي أسئلة؟ طيب بدنا نبلش اليوم نشرح عن الثوراسيك وول، السكيليتال والمسكولار إليمنتس أوف ذا ثوراسيك وول. الثوراسيك كيج أو الريب كيج أو اللي هو القفص الصدري، بتكون من vertebral column behind عمود فقري الناحية الخلفية،
ريبس والانتركوستال سبيسز ما بين هذول الريبس على كل جهة on each side، والناحية الأمامية في عندي sternum والكوستال كارتليجز. شو هم الكوستال كارتليجز؟ اللي هم الغضاريف اللي بيشبكوا كل ريب مع الاسترنم. طبعا نيجي لشرحهم بالتفصيل. من الناحية العلوية superiorly الثوركس بتصل مع النك مباشرة، الثوراسيك كافيتي مفتوحة مع النك، مع structures اللي موجودة في النك، ولكن inferiorly في الجزء السفلي الثوراسيك كافيتي مفصولة عن الأبدومن بالديافرام اللي هي عضلة الحجاب الحاجز. تجويف الصدر اللي هو المنطقة ما بين الثوراسيك وول والديافرام تتقسم لثلاث مناطق رئيسية، three major compartments. شو هدول الميجر كومبارتمنتس؟ بالنص في عندي ميدياستينم اللي هو بيحتوي القلب والأذر ميجر ستركتشرز زي الإسوفيجس زي التريكيا زي الجريت فيزلز، وفي عندي على كل جهة بلورا. هاي البلورا تحتوي اللنجز، تحتوي الرئتين. إذا أنا فعليا عندي تجويف الصدر على اليمين وعلى اليسار رئتين، وفي المنتصف في ميدياستينم. الرئتين طبعا محاطين في البلورا، فكل رئة موجودة في بلورال كافيتي. نيجي نشرحها طبعا لما نوصلها، احنا لسه بنحكي في عموميات. هذا دياجرام بوضح لي شكل الثوركس بشكل مختصر. طلع احنا ناحية بوستيريورلي ناحية الخلفية في عندي ايش؟ في عندي الفيرتبرال كولوم اللي هو العمود الفقري، اللي هو بتكون من الثوراسيك فيرتبري اللي هي الفقرات الصدرية من العمود الفقري. هدول الثوراسيك فيرتبري عددهم 12، ما بين كل واحد والثاني في ديسك. انا في عندي انا بوستيريورلي ثوراسيك فيرتبري او الفيرتبرال كولوم. لاترالي على كل جهة في ريبس، هدول الريبس عددهم 12 نفس عدد الثوراسيك فيرتبري. الثوراسيك فيرتبري بتقسمهم من تي 1 لتي 12، تي عائدة إلى ثوراسيك والرقم حسب، يعني هذا اللي فوق أول وحدة تي 1، والآخر وحدة طبعا مش مبينة هون مرتبطة بالرب رقم 12 هي تي 12. في عندي على كل جهة 12 رب، هدول الربس 10 منهم متصلين مع ستيرنوم، وآخر اثنين 11 و12 فلوتينج مش متصلين مع الستيرنوم انتيريورلي. الاتصال الرب مع ستيرنوم، شايفين هدول الزرق؟ هدول الزرق كوستال كارتليج. كوستال عائد إلى رب، عائد إلى الضلع، فلما نحكي كوستال كارتليج الغضروف الضلعي. هدول الكوستال كارتليجز هم اللي بيشبكوا الرب مع الاسترنم. هاي العظمة اللي موجودة في الأمام اللي هي استيرنم، هاي اللي بيفتحوها لما يعملوا open heart، بيفتحوها من النص بنشروها نشر. استيرنم نقسمها لمانبريوم، هذا الجزء اللي فوق اسمه مانبريوم، والجزء اللي في الوسط اسمه body of the sternum، والجزء آخر جزء هذا الصغير اسمه xiphoid process. المانبريوم مشبوك معها الفيرست ريب وجزء من السكند ريب. أيضا شايفين هون في فاسيت، هاي المنطقة اللي articular بنسميها فاسيت. هذا الفاسيت اللي هون بيرتبط معها الكلافيكل، الكلافيكل ألا وهي الترقوة. هاي عند المانبريوم، وتحتها في عندي البادي، واخر شيء في عندي الزيفويد بروسس. البادي تشبك فيها جزء من الثاني، الرب الثاني، لانه الرب الثاني جزء منه جاي على المانبريوم وجزء منه جاي على البادي اوف ستيرنم. بعديها ثلاثة أربعة خمسة ستة، والسابع
آخر واحد متصل دايركتلي مع ستيرنم جاي جزء منه، جاي جزء منه على البادي وجزء منه على الزيفويد بروسيس. في له ديمي فاسيت هون وديمي فاسيت هون. لو نطلع على التجويف، لو نطلع على التجويف الصدر، المنطقة اللي داخل الصدر قسم عندي لونين، في لون أخضر ولون أزرق. اللون الأخضر هذا اللي في النص هذا هو المدياستينم. اللون الأخضر بالنص هذا المدياستينم، بيحتوي القلب والأذر ميجر ستراكتشرز. وعلى الجانبين اللي هم باللون الأزرق هذول البلورال كافيتي، اللي هم بيحتووا الرئتين، الرئة اليمنى والرئة اليسرى. اللي باللون البرتقالي هذا تحت تجويف الصدر هذا هو الديافرام، عضلة الحجاب الحاجز. حكينا إنه superiorly الثوراسيك كافيتي in continuity with the neck، inferiorly الثوراسيك كافيتي مفصولة عن الابدومينال كافيتي بوجود الديافرام. طبعا في فتحات في الديافرام تمرق منها structures زي مثلا الاسوفيجاس، زي مثلا الانفيرال فينا كاف والأورطة. هاي structures بتمر عبر الديافرام بأماكن معينة. نيجي لشرحها لما نشرح عن الديافرام. اللي باللون الأحمر هذا الخط اللي باللون الأحمر داير ما يدور الجزء العلوي من الثوركس، هذا superior thoracic aperture اللي هي الفتحة العلوية للثوراسيك كافيتي. اللي باللون الأحمر هذا تحت هذا inferior thoracic aperture اللي الفتحة السفلية لتجويف الصدر. إذا superior thoracic aperture مفتوحة مع النيك، والinferior thoracic aperture مسكرة ب ديفرام. طبعا ديفرام هذا متحرك مش ثابت، لانه هو العضله الرئيسيه في الريسبيريشن. فبالتالي الليفل تاع الديفرام او الدوم اوف ذا ديفرام، دومز اوف ذا ديفرام بيختلف هل انا في الانسبيريشن او في الاكسبيريشن. المدياستينم اللي هو الجزء اللي في النص اللي كان في الصوره باللون الاخضر، ثيك فليكسيبل سوفت تيشو بارتيشن oriented longitudinally بالطول في الميديان سيجيتال بوزيشن، بيحتوي الهارت الاسوفيجاس تريكيا الميجر نيرز والميجر سيستميك بلاد فيزلز. البلورال كافيتيز completely separated from each other، كل واحدة لها يعني غشاء لحال وبالتالي مفصولة عن الثانية، ومفصولة أيضا بوجود المدياستينم في النص. مشان هيك اي ايفنت بيصير في احد البلورال كافيتيز ما بياثر على الثاني، زي مثلا يصير نيوموثوراكس في الجهتين، في الجهه اليسرى مثلا يصير نيوموثوراكس نتيجه اصابه، نتيجه وقعه، على الجهه الثانيه بتضلها طبيعيه. لذلك ممكن انه يكون في عنده اصابه، عنده نيوموثوراكس او بلورال افيوجن على جهه، ومع ذلك لسه بقدر يتنفس ولسه صاحي وواعي، أو الأكسجين عندهم مش كثير مرات بيكون نازل ولو إنه في جهة فيها إصابة. وهذا أيضا بخلينا إنه إيه، إنه ندخل على المدياستينوم بدون ما إنه نفتح البلورال كافيتي، يعني بيعملوا أوبن هارت بدخلوا على المدياستينوم بدون ما إنه يطب في البلورال كافيتي. شو الفانكشن أوف ذا ثوركس؟ يعني الصدر بشكل عام شو وظيفته؟ أول شيء هو muscle of inspiration. طبعا الديافرام والثوراسيك وولز والريبس تحرك الهواء in and out of the lungs during respiration. أيضا وظيفته protection of vital organs، حماية الأعضاء الحيوية. أيضا conduit، موصل زي إيش؟ زي الإسوفيجس، المريء بوصلنا الأكل ما بين الفارينكس وما بين الستومك. الاكل اللي بناكله بمر through the thorax باتجاه الابدومن، باتجاه البطن. فبالتالي احد وظائف الثوراكس هو conduit. muscle of abdominal straining، ممكن لما احنا نيجي نرفع اشي ثقيل يساعدنا الثوراكسيك muscles، تساعدنا في هذه الفانكشن. الثوراسيك وول نفسه هو عباره عن سكيلتون عظم وفي muscles.
وأيضا في فوقه muscles وجواه في lining. فوق الثوراسيك وول في سكن ومسلز اتاج للشولدر جيردل، نشرحهم. لايننج بداخله في عنده باريتال لاير اوف ذا بلورا، برضه بنيجي نشرحها. الثوراسيك وول في سكيليتال اليمنتس ومسلز. سكيليتال اليمنتس هدول شو هم؟ بوستيريورلي في عندي 12 ثوراسيك فيرتبري، فيما بين كل فيرتبرا وفيرتبرا انتر فيرتبرال ديسك. لاترالي في عندي اللي هم 12 ريب، على 12 ريبس على ايتش سايد، كل جهه فيها 12 ضلع. وفي عندي بين كل ضلع والثاني في 3 لايرز اوف ماسلز. هذول الماسلز اللي هم الانتر موجودين في الانتر كوستال سبيس. انتيريرلي في عندي ايش؟ سترنم اللي تتقسم لمانيبريوم وبودي وزيفويد بروسيس. المانيبريوم اللي هو الجزء العلوي من السترنم بيرتبط مع البودي اوف ذا سترنم، يعني مع الجزء الوسطاني من السترنم. بايش؟ في جوينت بنسميه مانيبريو سترنال جوينت، اللي هو ارتباط المانيبريوم مع سترنال بودي، مانيبريو سترنال جوينت. هذا الجوينت في مينيمال موفمنت ديورينج ريسبيريشن. المانيبريوم برضه فيها مكان اتصال الكليفيكل زي ما حكينا. ايتش كليفيكل في لها مكان ارتكيليشن مع المانيبريوم. الكليفيكل اللي هي عظمه الترقوه، اللي هي العظمه اللي بتحسها عند الجزء العلوي من الصدر على الجانبين، او بتقدر تحكي الميديال اسبكت اوف ذا شولدر انتيريورلي. في عندك اللي هي الكليفيكل، الكليفيكل انتيريورلي بتكون شابكه مع المانيبريوم، يعني مع استيرنم. لاترالي او الجزء الخارجي بكون شابك مع ايش؟ مع الاكروميون اوف ذا سكابيولا، بيعمل لي الاكروميو كلافيكولار جوينت. لاترالي في عندي اكروميو كلافيكولار جوينت، وميديالي اللي هو اتصال الكلافيكل مع المانيبريوم. ايضا المانيبريوم فيها مكان اتصال الفيرست ريب، فيها جزء كمان من السكند ريب. السوبيريور سيرفيس اوف ذا مانيبريوم، الجزء العلوي من المانيبريوم اللي هو عند البيز اوف ذا نيك. لو اي واحد فيكم حط اصبعه عند البيز اوف ذا نيك في الميد لاين راح احس انه في نوتش، هاي النوتش من ستيرنم بنسميها سوبرا ستيرنال نوتش او جاجولار نوتش، اللي هي موجوده مباشره على الجزء العلوي من المانيبريوم. ايضا البودي اوف ذا ستيرنم متصل مع الزيفويد بروسيس في جوينت، زيفوستيرنال جوينت بنسميه. على كل جهه البودي اوف ذا ستيرنم تشبك مع الريبس اللي هم حكينا جزء من الثاني، لانه الثاني بيكون جزء منه على المانيبريوم جزء منه على البودي، وعندك الثالث الرابع الخامس والسادس. بضل السابع، السابع برضه بيرتبط مع البودي ولكن جزء منه على البودي وجزء منه على الزيفويد بروسيس. طب بضل عندنا احنا في عندنا لسه 12، عندنا كمان يعني احنا حكينا واحد لسبعه، بين 8 و9 و10 تشبك مع الاسترنم ثرو الكوستال كارتليج. الكوستال كارتليج تاع 8 و9 و10 بيشبك مع الكوستال كارتليج تاع 7، و7 هو اللي بيشبكهم مع استيرنم. طب 11 و12، 11 و12 فلوتينج، 11 و12 ما بيشبكوا مع استيرنم اطلاقا. فلوتينج يعني بيسبحوا معلقين في الهواء، ما بيرتبطوا مع الاسترنم اطلاقا. الزيفويد بروسيس هو ثين بليت اوف كارتليج اوسيفايد ليتر ان لايف، في ديمي فاسيت للريب رقم 7. هاي شايفين الصوره، الصوره هاي لعيدكم اليسار، هذه اللي هي ستيرنم، الجزء العلوي منها اسمه مانيبريوم، هذا اعلى جزء فيها بالنص اسمه سوبرا ستيرنال نوتش او جاجولار نوتش. على يمين السوبرا ستيرنال نوتش وعلى يسارها on each side
في عندي السايت اوف ارتكيليشن اوف كلافي اوف كلافيكل، مكان ما بترتبط الترقوة، في عندي فست هون، في عندي فست هون. بعديها في هذا الجزء العمودي، هذا محل ما برتبط الفيرست ريب هون وهون. لحظة شوي، هاي هون، هنا برتبط الرب اليمين، وهنا برتبط الرب اليسار. من هذا هون عندي مكان ارتباط الفيرست ريب. طيب وين مكان ارتباط الكلافيكل؟ هاي الكلافيكل باللون الأزرق، هاي هون الرايت كلافيكل، هاي هون الليفت كلافيكل. في فست لا الكلافيكل، هي كاتب لك فست فور كلافيكل. طيب وين السوبر ستيرنال نوتش؟ هذا اللي باللون الزهري، هذه هي السوبر ستيرنال نوتش. بنطلع كمان، طلع هون وهون، هاي في عندي الديمي فاسيت جاء في اسبكت اوف ذا مانيبريوم، في عندي الديمي فاسيت جاء في اسبكت اوف ذا بودي اوف ذا ستيرنوم. هذول الديمي فاسيتس بيشبك عليهم اللي هو السكند ريب. اذا السكند ريب وين؟ عند التقاء المانيبريوم مع البودي اوف ذا ستيرنوم، اللي هي بنسميها ستيرنال انجل. اذا الستيرنال انجل هو الجزء البارز من الستيرنوم، لما تيجي تحاول تحس ستيرنوم انتيريورلي بالوسط، الجزء البارز من ستيرنوم هو ستيرنال انجل. عنده بتكون السكند ريب، جزء منه على المانيبريوم وجزء منه على البودي اوف ذا ستيرنوم. بعديها في عندي الثالث الرابع الخامس السادس، شو حكينا؟ السابع، السابع جزء منه على البودي اوف ذا ستيرنوم وجزء منه على الزيفويد بروسيس. احنا هيك عندنا، صار عندنا 7 ريبس متصلين بشكل دايركت مع الاسترنال. طلع على الصورة اللي على ايدكم اليمين، هذا هو الريب كيج، القفص الصدري. بوستيرير اللي في عندي فيرتبرا 12، فراسك فيرتبرا، انتيرير اللي في عندي استرنال، وبيشبك ما بينهم ايش؟ الريبس. كل الفيرست ريب بتصل مع المانيبريوم، السكند جزء منه مع المانيبريوم وجزء منه بالبودي، من الثاني للسادس بتصلوا على البودي، السابع بتصل جزء منه على البودي وجزء صغير منه على الزيفويد بروسيس، الثامن والتاسع والعاشر هي الكوستال كارتليجز تاعاتهم، بيشبكوا مع الكوستال كارتليج تاع السابع اللي هو بيشبكهم مع الاسترنال. اذا الثامن والتاسع والعاشر ثرو الكوستال كارتليجز بيشبكوا مع الكوستال كارتليج رقم 7 اللي هو بيشبك على الاسترنال مباشرة. هاد بالتالي بنسميه كوستال مارجن، اللي هو الجزء السفلي من الثوراسيك كيج، الجزء السفلي من الضلع. ممكن اي واحد يحسها حتى عن نحاف، ممكن تشوفها حتى، هذا الجزء اللي هو الكوستال مارجن. 11 و12 فلوتينج معلقين بيسبحوا، ما بيشبكوا اصلا مع الاسترنال. استيرنال انجل، حكينا استيرنال انجل هو الجزء البارز من استيرنم اللي هو بكون عند السكند كوستال كارتليج. بوستيريورلي لو نيجي نرسم خط وهمي من استيرنال انجل له باتجاه الفيرتبرا بوستيريورلي، طبعا هاي الصوره اللي تحت عيدكم اليمين هاي الصوره لاترال، صوره جانبيه، لو نيجي نرسم خط من استيرنال انجل للفيرتبري بوستيريورلي، بيجي هذا الخط ما بين التي 4 والتي 5، ما بين الثراسيك فيرتبرا رقم 4 والثراسيك فيرتبرا رقم 5. هذا الخط الوهمي بنسميه ستيرنال بلين، بفصلنا المدياستينم الى سوبيريور وانفيريور مدياستينم، نيجي عليه لما نشرح عن المدياستينم. الزيف ستيرنال جوينت لو نرسم منه خط وهمي بيجي عند الثراسيك فيرتبرا رقم 9، بيجي عند تي 9. السوبرا ستيرنال نوتش لو نيجي نرسم منها خط وهمي تيجي عند السكند الثوراسيك فيرتبرا عند التي 2. الريبس لهم تقسيمتين، نقسمهم as false and true ribs regarding to their attachment to the sternum، يعني نقسمهم إلى ريبس حقيقية وريبس كذبية سموها حسب ارتباطهم مع سترنم، ومنقسمهم ايضا الى تيبيكال و
اي تيبيكال ريبس. الترو ريبس هم من 1 ل 7 بيتصلوا مباشره مع استيرنم. الفولس ريبس اللي هم 8 و9 و10 وايضا بنضيف لهم 11 و12. 11 و12 فولس لانهم بيتصلوش مع استيرنم. من 8 ل 10 بيتصلوا اندايركتلي مع الاسترنم ثرو الكارتليج اوف 7 ثريد. كوستال كارتليج حكينا تاعين الثامن والتاسع والعاشر بيشبكوا مع الكوستال كارتليج تاع الرب السابع، وهو اللي بيشبكهم مع الاسترنم عند اللي هو الديمي فاسيت اوف ذا بودي والديمي فاسيت تاع الزيفويد، وبالتالي هذول يعتبروا فولز. بعض المراجع بيعتبروا 8 و9 و10 البس الفولز، بعض المراجع برضه بيعتبروا 11 و12 فولز بنفس الوقت فلوتينج. واضح الأمور؟ من 1 ل 7 ترو، 8 9 10 فولس، 11 و12 فلوتينج، وبعض المراجع تعتبرهم أيضا فولس. التبيكال ريب اللي قلنا الترو فولس بنقسمهم حسب ارتباطهم مع ستيرنم. اللي مرتبط مع ستيرنم مباشرة ترو، اللي مرتبط بشكل indirect false او غير مرتبط كمان ممكن نعتبره false او اللي هم float. هلا التيبيكال والاتيبيكال نقسمهم حسب شكل الرب. في ريبس تقريبا شكلها نفس الشيء، هذول هم تيبيكال، والاتيبيكال اللي شكلهم مختلف في اختلافات. هلا التيبيكال ريبس اللي هم من الثالث للتاسع، تيبيكال ريبس من الثالث للتاسع. واحد واثنين اتيبيكال، بنيجي عليهم ليش اتيبيكال، و 10 و11 و12 برضه اتيبيكال، برضه بنيجي عليهم ليش اتيبيكال. مش رح اقول ايش عن التيبيكال ريب كيف شكله. تيبيكال ريب لونج تويستد فلات بون، فيها راوندد سوبيريور سموث سوبيريور سموث بوردر، راوندد سوبيريور سموث بوردر، و شارب ثين انفيرير بوردر. كمان مره تيبيكال ريب هو لونج تويستد يعني فيه لفه، فلات مسطح بيجي تسطيح يعني بيجي فلات خلينا نقول لاترالي يعني في جانب داخلي وفي جانب خارجي منه لو تيجي تطلع عليه، و سموث سوبيريور بوردر الجزء العلوي منه بيجي ملفوف لف راوندد واملس، الجزء السفلي منه بيجي رفيع وشارب وفي كوستال جروف الجزء السفلي. الرب في هيد نيك تيوبركل شافت، والشافت نفسه فيه انجل. هاي صورة الرب. الصورة اللي فوق انتيرير، الصورة الصغيرة اللي تحت بوستيرير، نطلع على هاي المنطقة فقط اللي هم نطلع على منطقة الهيد نيك و التيوبركل. هاي الهيد وهي النك وهي التيوبركل، وهذا هون الشافت، الشافت اللي هو في ايش؟ في انجل، في انجل. النك جاي ما بين الهيد والتيوبركل، الهيد اللي هو الجزء اللي بيتصل مع الفيرتبرا، الجزء اللي بيتصل مع الفقرات الصدرية. وبالتالي التيبيكال ريب في له تو ديمي فاسيتس عند الهيد، واحد كبير من تحت واحد صغير من فوق. larger inferior demi facet smaller superior demi facet. طلع على الصورة اللي تحت كيف الارتيكولار facet تحتاني أكبر من الفوقاني. التحتاني بيشبك مع الرب لنفس الرقم، يعني هذا الرب رقم 5 بيشبك مع الفيرتبرا رقم 5 تحتاني. اللي فوق الصغير بيشبك مع الفيرتبرا اللي مباشرة فوقها، يعني هذا الكبير لنفترض هذا الرب رقم 5، هذا الكبير بيتصل مع تي 5 والصغير بيتصل مع تي 4. الكبير بيتصل مع تي 5 والصغير بيتصل مع تي 4، فبالتالي بيكون الرب جاي تقريبا ما بين تي 4 وتي 5، ولكن الجزء الاكبر منه في متصل مع تي 5 لانه هو اصلا الرب تاع تي 5. كمان مره الهيد of the rib في two demi facets، واحد صغير فوق وواحد كبير تحت. الكبير بتصل مع نفس الليفل، يعني إذا هذا الرب رقم 5 بتصل مع تي 5 مع ثراسك بتبقى رقم 5،
الصغير اللي فوق بتصل مع تي 4 مع الفيرتبرا اللي منها واعلى مباشره اللي دايركتلي ابوف ات. في عندنا بعديها نيك وتيوبركل، طلع على الصوره اللي تحت كمان مره. التيوبركل في لها جزئين، في لها جزء باللون الازرق بنسميه ارتيكولار بارت، وفي منها نون ارتيكولار سيرفيس. النون ارتيكولار سيرفيس بيكون مشبوك فيها ليجامنت، مش قضيتنا حاليا. الارتيكولار بارت او الارتيكولار سيرفيس فيها فاسيت بنسميها ارتيكولار فاسيت. هذا ارتيكولار فاسيت بتاع التيوبركل بتصل مع الترانسفيرس بروسس للفيرتبرا تاعت نفس الليفل. يعني هذا الارتيكولار فاسيت بتاع التيوبركل، نفترض هذا كمان مره الرب خمسه، بده يتصل مع الترانسفيرس بروسس اوف تي 5. اذا انا في عندي الهيد في دو ديمي فاسيتس، الكبير التحتاني بتصل مع نفس الليفل، الصغير الفوقاني بتصل مع الفيرتبرا الاعلى منه. هذا خمسه، اذا الكبير التحتاني بده يتصل مع تي 5 فرسك فيرتبرا رقم خمسه. الفاسيت اللي فوق بالهيد بتصل مع تي 4. الارتيكولار فاسيت تاع التيبركل بتصل مع الترانسفيرس بروسس اوف تي 5 نفس الليفل. لو نيجي نطلع بعد التيبركل في عندي انكل اللي هو بلف الشافت، الشافت بروح انتيريورلي بتصل مع الكوستال كارتليج. كوستال كارتليج هو اللي بيشبكه مع استيرنم، سواء دايركتلي او اندايركتلي. يعني اذا كان هذا الرب الثالث او الرابع بيكون ترو بتصل دايركت، اذا كان الثامن او التاسع بيكون فولس بتصل ان دايركت. يعني ممكن يكون فولس وبنفس الوقت تيبيكال، يعني الثامن والتاسع هم فولس ريبس ولكنهم ريجاردينج الشيب هم تيبيكال ريبس. ففي عندي الهيد تو فاسيت، شرحنا كيف بيرتبطوها. النك اللي هي منطقه ما بين الهيد وتيوبركل، تيوبركل حكينا اللي هي البروميننس اللي بتيجي خلف الرب، فيها ارتيكولار ونون ارتيكولار سيرفيسز. هذا عندنا شكل الثوراسيك فيرتبرا. عيدكم اليسار مسقط علوي سوبيريور فيو، احنا بنطلع عمالنا على الثوراسيك فيرتبرا من الاعلى، بحيث انه اللي باللون الاحمر انا اللي حطيته تحت باللون الاحمر هاي انتيرير، واللي حطيته فوق باللون الازرق هذه بوستيرير. بالتالي انا عندي الفيرتبرال بودي هذا انتيرير، و لحظه شوي نرسمه بالاحمر. هذا اللي بالاحمر عندي هون هذا اسمه فيرتبرال بودي، بيجي انتيرير اسبكت اوف ذا فيرتبرا. وهذا عندي هون اللي رسمت انا عليه باللون الازرق هذا اللي هو نيورال ارك. نيورال ارك بيجي بوستيرير، الجزء البوستيرير من الفيرتبرا، واللي بالنص هاي المنطقه الفتحه هذه فيرتبرال فورامين، بمر منها السباينال كورد، بمر منها نخاع الشوكي. فبالتالي النيورال ارك او الجزء البوستيرير من الفيرتبرا في عندي انا بروسيسز، اهم بروسيسز انا بدي اشرح عنهم هلا لانهم هم بيرتبطوا مع الريب اللي هم ترانسفيرس بروسيسز. شايفين هذا الترانسفيرس بروسيس هون وترانسفيرس بروسيس هون، على هم اسمهم ترانسفيرس لانه هو اصلا عرضي، هو جاي في الهوريزونتال بلين. فهذا على هذه الجهه ترانسفيرس بروسيس، وهذا على هذه الجهه ترانسفيرس بروسيس. بيجوا شوي، شايفين كيف بيجوا شوي لورا، بيجوا شوي لورا، يعني الانجل تاعهم جاي شوي بوستيريور. ليه؟ تو اكوموديت فور ذا ريب، عشان تحمل الريب. فبالتالي هاي الفاسيت اللي هون باللون الازرق، هاي الفاسيت اللي هي اللي بتشبك مع الفاسيت اوف ذا تيبركل. متذكرين حكينا الريب في له هيد ونيك وتيبركل، الجزء البوستيرير منه تيبركل. التيبركل اللي فيها فاسيت بتصل مع الترانسفيرس بروسيس اوف ذا سيم ليفل، يعني الريب رقم خمسه بتصل مع الترانسفيرس بروسيس اوف تي 5. يعني هاي الترانسفيرس بروسيس هون تشبك مع
هذه هنا ليفت، هي صح على ايدكم اليمين بس هي على شيء على يسار المريض، فهذه الليفت ترانسفيرس بروسيس تشبك مع التيوبركل اوف ليفت فيفث ريب، اذا نعتبر هذا التي خمسه، اذا نعتبره تراسك فيرتبرا رقم خمسه. طلعوا هلا على الصوره اللي على ايدكم اليمين، هاي الصوره لاترال فيو، لاترال فيو مقطع جانبي احنا بنطلع على الفيرتبرا، وبالتالي في عندي هون ديمي فاسيت الكبير اللي فوق والديمي فاسيت الصغير اللي تحت. شو الفرق؟ عكس الرب، الرب الديمي فاسيت الكبير تحت والديمي فاسيت الصغير اللي فوق، هاي عكسها. ليه؟ لانها اصلا تشبك مع الرب. فبالتالي نفترض هذا تي 5، نفترض انه هذا الفيرتبرا نطلع عليه تي 5، الديمي فاسيت اللي فوق الكبير هذا بيشبك مع الهيد اوف ايش؟ اوف تي اوف ريب رقم خمسة، مع الجزء السفلي منه الانفيريور ديمي فاسيت الكبير، هذا هون هذا هون. وبقية الرب بايش بتصل؟ بقية الرب، بقية الرب اللي هو الجزء العلوي الديمي فاسيت الصغير العلوي تاع الرب بتصل مع تي 4، هون مش مرسومة تي 4 بس تي 4 تيجي هون فوقها، في إلها كمان ديمي فاسيت صغير زي هذا الديمي فاسيت اللي هون بتتصل مع الرب رقم خمسة. فالرب رقم خمسة معظمه شابك على الفيرتبرا رقم خمسة، والجزء العلوي منه الصغير بيشبك مع الجزء الصغير من الفيرتبرا رقم أربعة. وبالتالي لو نيجي نطلع على نفس الفيرتبرا هاي تحت ديمي فاسيت هذا الصغير اللي عن فيرير مارجن اوف ذا فيرتبرا، هذا مع ايش بيشبك؟ اذا نعتبر هذه في تي 5، اذا هي نعتبرها فيرتبرال ثوراسيك فيرتبرا رقم خمسة، فهي الصغيرة بتشبك مع الرب رقم ستة، لأنه الرب رقم ستة معظمه راح يكون على الديمي فاسيت الكبير اللي على الفيرتبرا اللي تحت اللي هي الفيرتبرا رقم ستة. واضحة هاي النقطة؟ هاي هون راسم لك الرب رقم خمسة، وهي هون هذا مقطع من الرب رقم خمسة، طلع عليه كيف الجزء العلوي منه راوندد وسموث والجزء العلوي منه ثين وشارب زي السكينة، في جروف في الجزء السفلي هذا اسمه كوستال جروف، كوستال جروف في فين وارتري ونيرف، نيجي نشرح لهم نيجي نشرح عنهم لقدام ان شاء الله. ولكن الكوستال جروف جاي على الانفير اسبيكت اوف ذا ريب، تذكروا ان الكوستال جروف على الانفير اسبيكت اوف ذا ريب عند الجزء اللي ايش؟ اللي ثن وشارب. هلا انتيريورلي الريب الفيف ريب في له كوستال كارتليج بيرتبط مع ستيرنم، بوستيريورلي في الهيد في تو ديمي فاسيتس، الكبير اللي تحت بيتصل مع تي 5 والصغير اللي فوق بيتصل مع تي 4، والتيوبركل فيها فاسيت تتصل مع الترانسفيرس بروسيس اوف تي 5 نفس الليفل. يعني الريب بيشبك مع نفس الليفل ما عدا، كل الريب بيشبك مع نفس الليفل ما عدا الجزء العلوي الصغير من الهيد بيشبك مع الفيرتبرا اللي اعلى منه. هذا هون احنا بنطلع بوستيريور فيو، بنطلع على الرب من الخلف. هذا عندنا هون الهيد في تو ديمي فاسيتس، الكبير اللي تحت والصغير اللي فوق، الكبير اللي تحت بتصع نفس الليفل. هذا التيوبركل فيها articular facet تتصل على transverse process of the same level. هاي non articular part of the tubercle فيها ligament بتصل عليها ligament. هذا الشافت في انجل في لفه، والجزء العلوي منه rounded و smooth، والجزء العلوي الجزء السفلي منه اللي فيها aspect في اللي هو الكوستال جروف بكون sharp و thin. هلا التيبيكال شرحنا شو هو التيبيكال ريب، الاي تيبيكال ريب حكينا التيبيكال من 3 ل 9، اي تيبيكال 1 و2 و10 و11 و12، شرحنا شكل التيبيكال، معناته الاي تيبيكال في اختلافات بالشكل بتخليه اي تيبيكال. اول واحد من الاي تيبيكال اللي هو الفيرست ريب، هي مرسوم هون على ايدكم اليسار اللي هو على يمين المريض اللي فيها دول الالوان الخضر. هذا الفيرست ريب اتيبيكال لانه شورت قصير ثن، بدل ما هو الريب له سطح داخلي وسطح خارجي
بصير له سطح علوي وسطح سفلي. بس تاخذ المختبر وتشوف الربس تفهموا هذا الحكي. بجوز صعب شوي على الرسومات يبين، ولكن الرب الاول بيجي مسطح، في له سطح علوي وسطح سفلي. احنا عمالنا هيك بنطلع على السطح العلوي للرب، للرب رقم واحد. هادي هون اللي باللون الاخضر هون insertion of the scalene anterior، شايفين هاي المصل اللي هون، هاي سكالين مصل. في هون المصل تيوبركل بتتصل عليها، هذا اسمها سكالين تيوبركل. سكالين تيوبركل في حواليها جروف امامها وجروف خلفها، تو جروفز. الجروف الامامي بمر منه السبكليفيان فين، هيو عيدكم اليمين على الجهه الثانيه من الصوره. الجروف الامامي بمر منه السبكليفيان فين، والجروف الخلفي بمر منه السبكليفيان ارك. إذا سكالين تيوبركل هو أحد الاختلافات الموجودة في الفيرست ريب. سكالين تيوبركل فيها، في حوالي وجودها بيسبب لي وجود تو جروفز. هذول الجروفز واحدة انتيرير بمر منها السبكليفيان فين، واحدة بمر منها السبكليفيان ارتري. شو هم السبكليفيان فين والسبكليفيان ارتري؟ هم بيروحوا بيغذوا أو بيجيبوا الدم من الأبار لم. ضايل شغلة بتخلي هذا اتيبيكال ريب، او مش بتخ... يعني حتى لو مش موجوده هو اتيبيكال بكفي الشغلات الموجوده، ولكن اختلاف اخر لازم نكون عارفينه اللي هو الهيد اوف ذا فيرست ريب. الهيد اوف ذا فيرست ريب فيه فاسيت واحده، لانه الفيرست ريب بتصل مع تي 1 مباشره، ما بتصل مع الفيرتبرا اللي فوقها اللي هي سي 7. الفيرست ريب ما بتصل مع سي 7، في فاسيت واحده بتصل مع تي 1 فقط. هذا هو شكل الفيرست ريب. احنا هون بنطلع عليه مسقط علوي، بنطلع عليه من الاعلى. هذا الجزء اللي هون اللي باللون الاحمر، هذا الجزء بوستيرير، وهذا الجزء اللي هون باللون الازرق، هذا الجزء انتيرير. البوستيرير اسبكت في سنجل فاسيت عند الهيد لانه بيرتبط مع تي 1 مباشره. في عندي باتجاه الانتيرير من الناحيه الانتيرير منه في سكالين تيبركل، في حواليها جروفز فور سبكليفيان فين وسبكليفيان ارتري. هو شورت ومسطح تسطيح. في طبعا تيوبركل العاديه غير سكالين تيوبركل، في تيوبركل العاديه اللي هي تشبك مع ترانسفيرس بروسس اوف تي 1. شو كمان عندي اتيبيكال؟ سكند ريب اتيبيكال. السكند ريب اتيبيكال لانه فين، لانه برضه ثن جاي مسطح تسطيح زيه زي الرب الاول، ولو انه اكبر هو twice as long as الفيرست رب، ولو انه الهيد تاع السكند رب في two demi facets زيه زي التبيكال ريبس regarding الهيد regarding الارتكيليشن مع الفيرتبرا زيه زي التبيكال ريبس في two demi facets. الصغير الفوقاني بيتصل مع تي 1 والكبير التحتاني بيتصل مع نفس الليفل اللي هي تي 2. في تيوبركل بتتصل مع اللي هو ايش؟ في تيوبركل بتتصل مع ترانسفيرس بروس اوف تي 2 لانه الريب رقم 2. اذا شو الشغلات اللي بتخليه اتيبيكال؟ شغلات تخليه اتيبيكال انه ثن، والشغله الثانيه انه في سيراتس انتيريور تيوبركل. شايفين هذا اللي هون باللون الاحمر؟ هذا الموجود هون باللون الاحمر هو موقع اتصال السيراتس انتيريور مسل. في هنا منطقة فيها تيوبركل نسميها سيراتس انتيريور تيوبرسيتي، اللي هي أحد الأسباب اللي نعتبر هذا السكند ريب اللي هو اتيبيكال ريب. إيش ضل عندنا اتيبيكال ريب؟ ضل عندنا 10 و11 و12، كلهم 10 و11 و12 فيهم سنجل فاسيت، كلهم بيتصلوا مع الفيرتبرا بس اللي في السيم ليفل، ما بيتصلوا مع الفيرتبرا أبف. 10 و11 و12 بتصلوا مع الفيرتبرا اوف ذا سيم ليفل، ما بتصلوا مع الفيرتبرا اللي اباف، وبالتالي فيهم سنجل فاسيت، وبالتالي بنعتبرهم اتيبيكال. اضف الى ذلك انه 11 و12 شورت ما فيهم لا نك ولا تيوبركل. 11 و12 شورت وما فيهم نك ولا تيوبركل، لذلك بنعتبرهم اتيبيكال ريبس. إذا كمان مرة عندنا الفولس ريبس الثامن والتاسع والعاشر، 11 و12 فلوتينج،
ترو ريبس من 1 ل 7، تيبيكال ريبس من 3 ل 9. اي تيبيكال ريبس 1 و2 و10 و11 و12، ترو فولس ريجاردينج الاتاتشمنت، تيبيكال واي تيبيكال ريجاردينج الشيب، شكل الرب، لا الارتك الهيد تاع الرب، في ديمي فاست 1 او ديمي فاست 2، هو مسطح ولا هو عادي تيبيكال له سطح داخلي وسطح خارجي، فيه نك تيوبركل ولا لا، في السكالين اللي هو سكالين تيوبركل على الرب رقم 1، في عندنا اللي هي سراتس انتيرير تيوبرستي على الرب رقم 2، كل هاي الشغلات تخلي لنا الرب الاول والثاني و10 و11 و12 اي تيبيكال. طبعا ممكن يكون رب فولس وبنفس الوقت تيبيكال زي الثامن والتاسع، هم فولس ريبس لانهم بيتصلوا مع السابع قبل ما يتصلوا مع ستيرنم، وهم بنفس الوقت تيبيكال لانه شكلهم زي باقي الشكل التيبيكال ريبس من 3 ل 9. احنا هيك خلصنا الشرح لهلا، بنكمل ان شاء الله بكره باقي المحاضره. على الاغلب على الاغلب انه بكره تكون المحاضره مساء لان الصبح مشغول. في حدا عنده مشكلة إنه نغير المحاضرة بكرة لوقت مسائي مثلا الساعة 5 أو 6؟